يسعد صباحكم، ومن جديد نعود إليكم من الشاطئ الجنوبي حيث الحركة السياحية تعتبر جيدة. مشاهدينا، في مثل هذا الوقت الشاطئ الجنوبي يتميز بأن رواده من الذين يفضلون الهدوء والبعد عن ضجيج المدينة، حيث أن هذا الشاطئ يبعد حوالي تقريبا 20 كيلومتر عن المدينة، مما يعطيه مزايا إضافية في هدوء المنطقة، بعدها عن أصوات السيارات والازدحامات. كما نرى مشاهدينا الكرام، وكما قلت في البث السابق، بأن هذه هي منطقة فندق وشاليهات الأمن العام. هذه المنطقة التي تتميز بالعديد من الأفضليات على غيرها من المناطق. هنا يمكن أن يكون للسياحة العائلية العديد من النشاطات والفعاليات، سواء على شاطئ البحر من خلال ممارسة الرياضات المائية، سواء باستمتاع الأطفال بهذه القرية المائية. هنالك العديد من المساحات، هنالك العديد من الخيارات في الغرف والشاليهات والفلل، هنالك أيضا المساحات المائية سواء للأطفال أو الجاكوزي، والغرف لممارسة المخصصة لممارسة الرياضة المختلفة. أيضا مشاهدينا الكرام، كما نرى هنالك مناطق يمكن للمصطافين أن يستمتعوا بأجواء هذه المنطقة التي غالبا ما تكون أكثر اعتدالا عن أجواء مدينة العقبة. كما نرى أيضا على يسار الكاميرا، هنالك لا زالت باخرة الأوشن إكسبلولر تقوم بعمليات البحث والاستكشاف في أعماق خليج العقبة، والتي كنا تحدثنا عنها سابقا، ولا زال الباحثون والطلبة الأردنيون يقومون بالعديد من المواد البحثية على متن هذه الباخرة. هنالك أيضا القوة البحرية والزوارق الملكية التي تقوم بالعديد من الواجبات في بحر العقبة كما نراها الآن معكم. هذه المنطقة تتميز بوجود أيضا العديد من الفنادق ذات الفئة الخمس نجوم، والتي يوجد بها العديد من الخدمات والمزايا التي يمكن للزائر والسائح أن يستفيد من هذه الخدمات. على طول هذا الساحل الجنوبي هذه الفنادق تمتد بمختلف الأسماء ومختلف النشاطات والخدمات التي تقدمها، ومن ضمنها فندق وشاليهات الأمن العام. كنت معكم في هذه الرسالة الصباحية هبة وإلكساندرا، شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام، وأترككم مع هذه المشاهد الصباحية لخليج العقبة. شكرا لكم.